أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول فيه صاحبه: ما حكم القول الراجح في حكم العطور التي تحتوي على نسبة من الكحول، وما حكم استخدامها؟ آخر القول والبحث فيها ما انتهت إليه اللجنة الدائمة في حياة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أن هذه العطورات إن كانت تسكر إذا شربت، تخذها الفسقة يسكرون بها، فإنها نجسة وحرام لأنها خمر. أما إذا كانت لا تسكر فالأصل في الطيب أنه مباح، يجوز التطيب به، وليس هناك علة تقتضي التحريم وهو الإسكار. هذا هو آخر ما توصل إليه وصدرت به فتاوى: إن كان كثيرها يسكر فهي حرام، قليلها وكثيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. أما إن كان كثيرها لا يسكر فإنها لا بأس بها، وهي الأصل فيها الحل والإباحة. نعم.